خويا رحنا نعانوا غير المشكل تاع الروتار تاع الخلصه فهمني، وديجا حنا راح نسكنوا بعاد على المستشفى هذه ورحنا نخلصوا فهمني، كان ديفو ما لقاش باش نجو وانا زعما غير واش لابي زعما تكون في وقتها هذا ما كان باش ما نقولش هذا المشكل تاع ودينا الاحتجاج هذا وهذا الاخر هذا حد. السلام عليكم. دونك المشكل اللي راهنا في المؤسسه واللي هو مشكل ماشي جديد راه مطروح في مده وهو المستحقات الماليه، المستحقات الماليه اللي تخص جميع الموظفين اللي منها لي غارد هذه غير المناوبه لي روندمون لي زيشلون لي غراد رانا في مده 8 شهور الى مده سنه ما خلصناش، واخيرا هذه المده رانا في اسبوع سمعنا باللي لابي الشهر ديال كما نقولوا حنا الشهريه اللي ما غاديش يخلصوها لنا تاع لو موان ديسمبر باسكو مانيش عارف غادي يدوم المستحقات المعتمدات الماليه باش يخلصوا بها كوفيد منحه كوفيد واحد ومنحه كوفيد اثنين. هذا زعما هذه اقصى درجه وصلنا لها هو ان الطبيب ولا العامل في قطاع الصحه انه يولي يريكلامي على مستحقاته الماليه اللي هي ابسط حقوقه. دونك نطلب من السلطات المحليه ان تنظر في هذا الامر بجديه وتاخذ حلول ملازمه وشكرا. Thank you.